شفت تواضع شيوخنا في الخليج، ومنهم تحية لكل أهل الإمارات. محمد بن زايد، سمو الشيخ محمد بن زايد، رايح عند المسايد، دش صلى، تفاجأ المصلين، وشوف التواضع والرحمة اللي بين بعضهم، وشلون يسلمون عليه بكل تواضع، وياهم ولمهم ويحضنهم ويسمع لمشاكلهم ويحلم داخل المسجد بساطة، لا حراسة لا شرطة. تحية للشيخ محمد بن زايد وأهل الإمارات. شوفوا التقرير. شوفوا التواضع بين الحاكم وشعبه، لما يكون كل مرتاح في عدالة الكل مستانس، وهذا سبب النجاح اللي نشوفه في معظم دول الخليج. وتحية لأهل الإمارات.